أهلا بكم مشاهدينا في جولة صحفية جديدة نرصد من خلالها أرحف المحلية. نبدأ مع صحيفة الأيام، حيث تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، فشمل برعايته الكريمة يوم أمس حفل افتتاح معرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني مراعي 2023 في نسخته السادسة، والذي يقام في قرية البحرين الدولية للقدرة. وبهذه المناسبة أكد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على الاهتمام الكبير الذي توليه مملكة البحرين لدعم قطاع الثروة الحيوانية والزراعية والمحافظة عليه وتنميته، لما يشكله من ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة ورفع معدلات الأمن الغذائي الوطني وضمان استدامته. هذا وتفضل جلالة الملك المعظم رعاه الله خلال الحفلة بتكريم أصحاب المراكز الأولى في مختلف المسابقات. ننتقل لصحيفة الوطن ونقرأ أن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله استقبلت سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان، حيث باركت سموها إطلاق المرحلة الثانية من المشروع الإسكاني مساكن في مدينة شرق الحد والموجهة للفئة الخامسة من المستفيدات من الخدمات الإسكانية، حيث أعربت عن تطلعها بتعميم مشروع مساكن ليشمل جميع محافظات مملكة البحرين. وأشارت صاحبة السمو الملكي حفظه الله إلى أن مملكة البحرين تعد من أوائل الدول في تقديم خدمات إسكانية نوعية تصب في مصلحة الأسرة والمرأة البحرينية، مشيدة بهذا الصدد صدور قرار مجلس الوزراء على تطوير معايير الاستفادة للفئة الخامسة بما يوفر حماية كريمة مستقرة للمرأة البحرينية. نشرت صحيفة الوطن مقالاً للكاتبة عهدية أحمد السيد حمل عنوان مكتسب جديد للمرأة البحرينية، فإلى سطور المقال. خطوة جديدة عظيمة أصدرتها الحكومة لصالح النساء البحرينيات، متمثلة في التوسع وتعديل معايير استحقاق الفئة الخامسة لتشمل فئة جديدة من النساء. هذه الخطوة المهمة تمثل دعماً كبيراً ومكتسباً جديداً للمرأة البحرينية، وتبين أيضاً مدى اهتمام القيادة الرشيدة بالمرأة والخطوات الحثيثة لانتقالها من فئة تمكين المرأة إلى خطوات تقدم المرأة البحرينية. خدمات جديدة اعتبرتها الدولة ضمن الحقوق التي تمنح للمرأة البحرينية، في حين هناك دول لم توفر الأساسيات حتى الآن لشعوبها. المرأة في البحرين نالت حقوقها بإرادة ملكية سامية من لدن جلالة الملك المعظم، وبدعم ورؤية من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم، وبدعم مجتمعي. لم تضطر المرأة البحرينية للخوض في مناقشات طويلة لتحصد حقوقها، بل كانت القيادة سباقة في هذه النظرة الثاقبة، فلا عجب حينما نرى البحرينية متميزة مبدعة خلاقة وترفع راية وطنها في شتى المحافل المحلية والإقليمية والدولية.
ننتقل لصحيفة الأيام، حيث عقد في أبوظبي أمس اجتماع الدورة 11 للجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية. واستعرضت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وبحثت ما تم تحقيقه من منجزات في مختلف في مجالات التعاون المشترك، كما تدارست المشاريع والبرامج المقرر تنفيذها، ثم جرى التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم المشترك للتعاون بين البلدين في عدد من المجالات. قالت صحيفة أخبار الخليج إن معهد الإدارة العامة أعلن عن فتح باب التسجيل في مبادرة استقطاب الكفاءات الوطنية من القطاعين العام والخاص والممارسين والمختصين في مجال عملهم الإداري والمؤسسي من منطلق إبراز الخبرات البحرينية بمختلف المستويات الوظيفية. وأوضحت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى الخليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن المبادرة تهدف إلى بناء قاعدة من الكفاءات الوطنية من ذوي الخبرة في مختلف مجالات الإدارة العامة والاستفادة منها، مشيرة إلى أن المعهد يسعى إلى الاستثمار في قدرات الكوادر الوطنية وتطوير مهاراتهم بما يمكنهم مستقبلاً من تقديم هذه الخدمات على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي الشأن الرياضي نطالع من صحيفة البلاد أنه تنطلق اليوم منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية للغولف 15 التي ستقام على ملاعب النادي الملكي للغولف بتنظيم من الاتحاد البحريني بمشاركة 100 لاعب من المحترفين والهواة يمثلون 15 دولة. وقد وصل عدد اللاعبين المحترفين الذين يشاركون في هذه الفعاليات 45 لاعبا من المصنفين عالميا. ومن الصفحة الاقتصادية لصحيفة البلاد نطالع أن الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين ألبا علي البقالي ترأس وفد الشركة المشارك في المؤتمر العربي الدولي للألمنيوم عربال الذي تستضيفه شركة معادن في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة 500 متخصص في الصناعة من جميع أنحاء العالم. ناقشوا أهمية العمل على تقليل وخفض انبعاثات الكربون من مصانع ومصاهر الألمنيوم، مؤكدين أهمية التحول الدولي للطاقة المتجددة في مجال الألمنيوم والعمل على تفعيل الحياد الصفري وتطوير الطاقة المتجددة للمصانع وشركات إنتاج الألمنيوم. ألبا دشنت مشاريع كثيرة من ضمنها محطة الكهرباء الخامسة لبلوك 4، إن شاء الله راح ننتهي من إكمال المشروع على الربع الرابع من العام القادم إن شاء الله، وراح يقلل الانبعاث الكربوني بحوالي 0.5% من الكربون انتنسيتي إلى الشركة. وموضوع الثاني اللي هو راح نكون استخدامنا للغاز بشكل أفضل، فهذا بعد جيد ونكون مور إفيشنت في الموضوع. الموضوع الثاني مثل الكل لاحظ ان طرحنا مناقصة الى الحصول على الطاقة النظيفة، وطلبنا 500 ميجا وات من السوق العالمية. ونختتم جولتنا مع صحيفة الوطن، حيث أفاد مصدر مسؤول في إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن آخر تحديثات خرائط الطقس تشير إلى معاودة فرص الأمطار يوم غد الجمعة. وقال المصدر إن الأجواء ستكون غائمة بوجه عام مع فرص لتساقط أمطار متفرقة أحيانا على مختلف مناطق المملكة، مع انخفاض في سرعة الرياح الشمالية الغربية لتكون معتدلة السرعة وتنشط في بعض الأحيان. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الصحفية لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله.